هذه النشرة برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، أهلا بكم إلى النشرة الأسبوعية لمصنعتنا وأبرز الأحداث والفعاليات في ولاية المصنعة خلال الفترة من 13 إلى 19 من أكتوبر 2017 للميلاد. مصنعتنا تكرم رائد الأعمال محمد الشنفري رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للعسل الطبيعي، وذلك بعد تحقيقه الإنجاز العالمي بحصوله على المركز الثالث كأفضل عسل من الاتحاد الدولي لمنظمة الإبيوميندية 2017، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس عبد الله بن محمد البلوشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المصنعة. نظم فريق الملد الرياضي الثقافي حفل ختام مسابقة القرآن الكريم الأولى للفريق، وذلك تحت رعاية الشيخ راشد بن محمد السعدي رئيس نادي المصنعة. افتتاح المحل الداعم الفني لمصنعتنا محل بيع وإصلاح أجهزة الحاسب الآلي وصيانة الهواتف وبرمجتها، وذلك تحت رعاية الشيخ أحمد العبري. نظمت شبكة المصنعة الثقافية محاضرة بعنوان ملحمة جلجامش، العود الأبدي وصراع العقائد الشمسية والقمرية في وادي الرافدين. قدم المحاضرة الدكتور خزعل الماجدي. مدرسة المصنعة للإبحار الشراعي تحصل على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي لسباقات تحديد المستوى في نسختها الرابعة. بنت المصنعة الدكتورة زينب بنت ناصر البلوشية تقود فريق جراحة الأطفال بمستشفى جامعة السلطان قابوس لإتمام العملية رقم 100 بنجاح لاستئصال الطحال بالمنظار. مدرسة أم حبيبة وبالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بولاية المصنعة ومجلس الأمهات وجماعة التراث والسياحة تنظمان معرضا أنت عمان بمناسبة يوم المرأة. تعيين ابن المصنعة موسى البلوشي مديرا تنفيذيا لمركز مسقط لتأهيل الحكام والمدربين والإداريين بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، واختيار السلطنة مركزا للاتحاد الآسيوي. هذه النشرة برعاية